السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ازيك يا استاذ باشمهندس؟ عامل ايه؟ الله يخلي حضرتك. ازيك يا عامل ايه؟ الله يخليك. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل. والله يا باشمهندس انا عاوز موضوع منك بس بره الهوا يعني. سيب نمرتك في الكنترول وانا اتواصل بعدين. شكرا. 20 فبراير برضه نجح حمادي. ايه حكايه الصعيد؟ خطوط الصعيد سالكه. ها احنا سعداء جدا بال استاذ احمد بالمكالمات دي والله. استاذ احمد من نجح حمادي. ايوه اتفضل. الو اتفضل يا استاذ احمد. ماشي حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا باشمهندس؟ ايه اخبارك؟ الله يخليك. اتفضل. انا اول مداخله ليا على القناه الكهربائيه. عايز احيي حضرتك والاستاذ ابراهيم المنيفي. اهلا بيك يا استاذ احمد. ليا بعض الحاجات كده اهو، انه حقوق الاهلي كنا منتظرين منكم رد اقوى من كده، وخاصه في قضيه كابتن ابو تريكه وقضايا الشهداء. ودلوقتي احنا للاسف حسينا ان دلوقتي صالح سليم مات. يا استاذ استاذ احمد طيب خلص عشان انا هعلق لك. بس خلصت يا استاذ احمد؟ ايه تاني؟ منصب رئيس النادي الاهلي ده منصب كبير جدا في الدوله، فهو يتوسل للرئيس السيسي، يتوسل للناس المسؤولين ان ابو تريكه ده راجل شريف. طيب راجل بعيدا عن السياسه قدم خدمات للكره المصريه. انت شفت قلت ايه كلمه؟ بعيدا عن السياسه. قيمة الكابتن أبو تريكة الكروية والفنية ما حدش يقدر يلمسها. الأمور طيب. أخرى مش بتاعتنا. واضح وجهة نظرك يا أحمد، بس خليني أقول لك يعني نقطتين في الجزئية دي. قيمة أبو تريكة وغلاوته عند الناس وأهميته الشعبية عند الناس والقيمة الإنسانية، حتى إحنا لما علقنا المهندس عدلي قال لك قيمته الإنسانية. دي مسألة لا أحد يمكن أن يمسها على الإطلاق. راجل كان قدوة لفطر. إحنا يعني كنا حريصين جدا على التواصل مع الكابتن محمد أبو تريكة أول ما أثيرت القضية علشان نتفاهم وجهة نظره اللي نقدر نتكلم فيها. للأسف ما أمكناش إن إحنا نقدر نتواصل معاه، وبعتنا له كتير إنه يقول لنا إيه وجهة نظره فيما يخص كل الموضوع اللي بيثار. على فكرة يا أستاذ أحمد، بس هو نسي حاجة، إن إحنا قلنا هنا بإذن الله أن الأمر ده سينتهي بما ينصف ويظهر الحقيقة. ولم ما مضاش يومين والموضوع وقلنا وقتها انه المساله لو تخص الرياضه، يعني لو الكلام يخص ابو تريكه رياضيا عندنا من التفاصيل ما هو كتير جدا وغني عن الكلام، لكن فيما يخص شق قضائي او قانوني دايما وابدا الحذر في الكلام عنه في حاجه معروضه على المحكمه. حتى واحنا بنتكلم مع الاستاذ محمد رشوان دلوقتي فيما يخص اسر الشهداء قال ان المساله معروضه على المحكمه وفي جلسه 20 فبراير. هنا ينتفي تماما ويمتنع اي تعليق او تعقيب على حاجه منظوره قدام المحكمه، والا هيبقى ده تاثير على القاضي وتاثير على هيئه المحكمه. وعندما يحصل كابتن ابو تريكه على البراءه احنا اسعد الناس، وعندما يحصل الشهداء على حقهم بالتاكيد احنا اسعد الناس. صحيح. مش عايزين نزاد على بعض، من فضلك يا استاذ احمد. شكرا. استاذ عبد الله من الفيوم. عبد الله؟ استاذ عبد الله من الفيوم. استاذ عبد الله. استاذ عبد الله. استاذ عبد الله. طيب قطع الاتصال. يعني 20 فبراير ننتظر ان شاء الله. لا خلاص قال لك ده اللي هنعرف متى تغلق هذه القضيه. ونرجو ان يكون يعني في حكم ما يتاجلش. يعني نخلص لان الموضوع ده عامل هو عارف جرح مش راضي يقفل. عايزينه يقفل ان شاء الله. هي صفقه مضروبه ولا هي فلوس الاهلي راحت عليه؟ كلام مهم.